أعزائي مشاهدي طيبة في كل مكان، أسعد الله مساءكم دائما بالخيرات. من واحة السلام من محافظة الوادي الجديد نحييكم في حكاية جديدة من حكاية الواحات. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حكاية من حكايات الواحات. وفي حكايتنا النهاردة نستضيف نماذج من شباب الأطباء الذين يزورون الوادي الجديد كممثلين عن جامعاتهم التي شاركت في ملتقى أطباء جامعات الصعيد، والذي تستضيف جامعة الوادي الجديد بهدف تعريف شباب الجامعات بمصر الوطن وتبادل الثقافات والخبرات والمعارف بين شباب الجامعات المصرية. الوادي الجديد بواحتها الخارجة الداخلة الفرافرة باريس بلاط يوميا بيزور المحافظة وفود كتيرة جدا. النهاردة احنا نقول في ضيافة حد من الناس اللي انا بعتبرهم نموذج للشباب ونموذج لجامعة الوادي الجديد، انها بيجيب لنا ناس متخصصة في مجال الطب بيزوروا محافظة الوادي الجديد. تعالوا نتعرف على ايه الحكاية. مساء الخير دكتور مؤمن زكريا، وبرحب بحضرتك في محافظة الوادي الجديد. ربنا يبارك في سعادتك، ربنا يبارك في حضرتك. دكتور مؤمن، حضرتك بتزور محافظة الوادي الجديد لأول مرة. دكتور مؤمن، كلمنا عن نفسك، حضرتك مين وتخصصك ايه؟ دكتور مؤمن زكريا، مدرس واستشاري امراض النساء والتوليد كليه الطب جامعه بني سويف، ومدير وحده المراه الامنه ومنسق الانشطه الطلابيه بالكليه. يا اهلا بيك. اهلا بسعادتك. دكتور مؤمن، برضو في سؤالي الاولاني، يعني انت ليك ساعات في الوادي الجديد زي ما بيقولوا كده، ايه اللي لاحظته في البلد على مستوى الخمس ست ساعات اللي فاتوا؟ الحقيقه يعني بعد ما وصلنا البلد هاديه جدا، الشوارع هاديه جدا، المرور هادي جدا، مفيش زحمه خالص، اشارات المرور كلها هاديه بطريقه مريحه نفسيا، الشوارع نظيفه، الشوارع الديكور اللي معمول في الشوارع ومدخل المدينه جميل جدا، تنسيق البيوت والتصميم العمراني حاجه تعتبر يعني حاجه منظمه بطريقه كويسه جدا، بتساعد على الجو مريح، الواحد حاسس انه يعني مش عايزين نمشي، استرخاء جدا. اهلا بك دكتور مؤمن في محافظه الوادي الجديد بواحاتها. لفت نظري في كلام حضرتك وانت طبيب ان الشوارع متنسقه، انه في راحه نفسيه. الراحه النفسيه في الواحات عموما بيسموها جزر الرحمه، بواحات الراحه بيسموها كده، اهلها بيسموها كده. فالجانب النفسي والجانب الروحي مهم جدا للانسان. مهم جدا طبعا. يعني يكفي ان هدوء الشوارع والمرور الهادي والاشارات المرور الهاديه ده يعني العكس، بيعمل مشاكل نفسيه وبيعمل مشاكل عصبيه. بيعصب الناس، يعني اللي يقعد في اشاره مرور قاعد نص ساعه مستني انه يعدي، الدنيا الزحمه، الحركه السريعه بتاعه المدن، يعني سواء عندنا بني سويف او في القاهره او اسكندريه، لا بتعمل عصبيه. انما الهدوء ده حاجه مريحه نفس الناس هنا، هاديه الناس هنا، حتى هاديه ناس الناس هاديه جميله يعني. دي شهادة احنا يعني نعتز بيها زي ما بيقولوا. باعتبار بقى حضرتك دكتور مؤمن زكريا
تخصص نساء وولادة، مش كده برضو؟ كلمنا عن الوحات، هل مثلا العملية عملية الحمل لما يكون الجو هادي والجو كويس والجو نقي وكل التفاصيل دي الخاصة بأهل الوحات بيأثر على الجنين وعلى الحالة النفسية مثلا بتاعت الست الحامل أو والعكس كمان، يعني لو الدنيا، فاحكي لي بقى. ده يقلل عدد كبير من المضاعفات اللي ممكن تحصل أثناء الحمل ويساعد إن الحمل يعدي بسلام يعني. بس وأنا أتمنى يكون عندكم الناس الساد لسه بيولدوا طبيعي حتى الآن يعني. نتمنى يكونوا كده. دي لسه هنشوف أبوك مع الزملاء في كلية الطب الوادي الجديد. الملتقيات الثقافية بين شباب مصر من خلال الجامعات المصرية مبادرة هامة تتبناها الدولة المصرية بهدف إطلاع شباب مصر عما يتم من مشروعات خاصة في المحافظات الحضرية ومنها محافظة الوادي الجديد. مؤمن زكريا، إذا تكلمنا عن الزيارة اللي حضرتك بتزورها النهاردة لواحة الخارجة على ملتقى طلابي لخمس أو أكثر من خمس جامعات مصرية بيزوروا محافظة الوادي الجديد، كلمني عن الرحلة دي، يعني بلغوك إزاي وجيت إزاي وكم جامعة مشاركة في الموضوع ده؟ هو المفروض ده الملتقى الاول لجامعات الصعيد تنفيذا لبروتوكول التعاون اللي تم برئاسه الاستاذ الدكتور منصور حسن. فانا اتبلغت ان احنا المفروض جامعه الوادي الجديد بتنفذ ملتقى طلابي لجامعات شمال الصعيد، المفروض كل الجامعات، المفروض اللي اتبلغت ان حضرتك دلوقتي تقريبا اكتر من ست جامعات. ايه هم الجامعات اللي حضرتك؟ تقريبا جامعه سوهاج وجامعه الازهر اسيوط تقريبا وجامعه بني سويف وجامعه الوادي الجديد وجامعه الاقصر، دول اللي وصلوا حتى الان يعني. فده هيساعد ان احنا الطلبه واعضاء التدريس، طلبه واعضاء التدريس موجودين من كل الجامعات دي، هيساعد اللي المفروض في تكامل بين جامعات الصعيد، يعني جامعات الصعيد المفروض احنا اهل الصعيد اضرب مشاكله واضرب حل مشاكله. وبالتالي يعني احنا، انا بالنسبه لي وبالنسبه للطلاب اللي موجودين معانا، احنا كنا لما اتبلغنا اصلا كنا فاكرين ان ده جامعه جنوب الوادي، فلما اتبلغت ان الجامعه الوادي الجديد فاللي جه في بالي انها جامعه جنوب، ما كنتش متخيل اصلا ان في جامعه في الوادي الجديد. عملت بحث على موقع الجامعه وعلى صفحه الجامعه، اكتشفت ان في موجوده جامعه مستقله وبدا فيها كليه الطب من تقريبا 2018 2019 وبدا العمل فيها تقريبا، فيهم عندهم ثلاث دفعات ده خلال الاسبوع اللي فات، ال 10 ايام اللي فاتوا يعني. بس انا ما كنتش متخيل ان عندهم جامعه اصلا، ان في جامعه في الوادي الجديد وان في كليه طب في الوادي الجديد. فلقيت ان في ثلاث دفعات وبداوا تقريبا، ده الكلام ده بحث على الاونلاين يعني، وعندهم كل الطب تقريبا المفروض في مناشدات عشان يعملوا كل مستشفى جامعي. وشغالين حاليا دلوقتي اللي انا فهمته تخصصت ارض الحمد لله يعني لانشاء مستشفى. معلومه من حضرتك ده حاجه جميله والله، ان يبقى في مستشفى جامعي بجانب مستشفيات وزاره الصحه اللي حاليا دلوقتي كل الطب متعاقده معاها يعني. فده جميل ان يبقى في، خاصه تجربه السفر اول مره اجي للوادي الجديد، تجربه سفر من بني سويف لحد ما وصلنا الخارجه
بنتكلم تقريبا 7 ساعات من اسيوط لحد الخارجه، 3 ساعات الطريق تقريبا ساعتين وساعتين لثلاث ساعات تقريبا. الطريق مش محتاج، الطريق محتاج صيانه، محتاج تجديدات. الطريق رايح جاي، مش حارتين، يبقى حارتين. الطريق فيه منحنيات كتيره، مفيش فيه عليه اضاءه، مفيش فيه عليه خدمات. يعني مفيش خدمات في الطريق، في خدمات اسعاف تقريبا نقطتين اسعاف بس كده على الطريق، انما مفيش خدمات خالص على الطريق. فده يساعد ان يعني وجود ويساعد الناس يجي، وفي نفس الوقت وجود كل الطب بقى يساعد الناس اللي في الخارجه اللي ممكن ما يلحقوش يوصلوا لاسيوط، سواء حالات بقى ولاده متعسره، حالات قيصريه فيها مشكله، حالات الجراحات طوارئ، الجراحات كلها. فوجود مستشفى جامعي بجانب مستشفيات وزاره الصحه بيساعد طبعا، ويوفر الخدمه ويوفر خدمه على ناس، وهينقذ حياه ناس كتيره، خاصه لو تم اضافه للقسم طوارئ، بنك دم، الكلام ده بيفرق. يعني احنا يمكن التجربه دي عندنا في بني سويف، بقى لنا مثلا 25 سنه فيها كليه الطب بني سويف من 95، فرقت الخدمه الطبيه. يعني وجود مستشفى جامعي في المحافظه بيفرق في الخدمه الطبيه اللي موجوده بتقدم في المحافظه، بيساعد كتير وزاره الصحه، بيساعد في تقديم اقسام وعمليات جراحيه متخصصه ما كانتش موجوده ومش متاحه في وزاره الصحه، في مستشفيات وزاره الصحه. دلوقتي في تكامل حاليا بين وزاره الصحه وبين المستشفيات الجامعيه لخدمه الناس على اعلى مستوى باذن الله تعالى. تمام. دكتور مؤمن زكريا، وانت بتزور النهارده الوادي الجديد على راس وفد من طلاب جامعات كليه الطب على مستوى 6 أو 7 جامعات مصريه، اهميه هذه اللقاءات من وجهه نظرك بقى كعضو هيئه التدريس وكانسان بقى، لما بتشوف مكان جديد اكيد بتختلف، بتعرف على ناس، بتعرف على ثقافات، فكلمنا عن انطباعك في تبني الدولة المصرية ان هي يعني تقود عملية حركة شبابية ما بين الجامعات المصرية، خاصة المحافظات الحدودية زي الوادي الجديد. وحضرتك قلت لي مثلا انه انا كنتش متخيل ابدا ان يبقى في الوادي الجديد كلية طب، انا اكتشفت ان في كلية والدفعة الثالثة كمان هتتخرج كمان 3 سنين. طباعك باهمية هذه اللقاء؟ والحقيقة اللقاءات والملتقيات اللي بين الجامعات موجوده وزاره التعليم العالي تقريبا بتعملها من زمان. يعني انا قلت لحضرتك من شويه، انا من سنين طويله وانا طالب يعني كنت بحضر اللقاءات ديت. يعني انا حضرت في جامعه جنوب الوادي وانا طالب في الكليه، كان ملتقى برضو طلابي وقتها، كانت جامعه جنوب الوادي برضو كان لسه في بدايتها، كان برضو تقريبا عندها دفعه او دفعتين بس في بدايه كليه الطب. فوجود طلاب من كليات اكتر من جامعه هيساعد ان الطلاب دلوقتي يقابلوا بعض، ده بيساعد على التنسيق دلوقتي حاليا، بيساعد اننا ممكن نعمل شغل بحث علمي مشترك، بحث عمل طلابي مشترك كعمل مشكلة عامة في الصعيد، مشكلة عامة على مستوى الدولة المصرية. فيساعد ان تساعد سواء بين الطلاب او بين اعضاء التدريس، ويساعد ان احنا ممكن يعني ممكن يبقى في تبادل انتدابات، تبادل زيارات ميدانية سواء من جامعة الوادي الجديد لبني سويف او العكس من بني سويف لجامعة الوادي الجديد وهكذا. محافظة الوادي الجديد هي أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها 44% من مساحة مصر الكلية. تلك المساحة تشتمل على كنوز من المقومات الأثرية والسياحية والتنموية التي تؤهلها أن تكون في مصاف المحافظات الجديرة بالتنمية. تلك التنمية التي تتم بسواعد شباب مصر وشباب الوادي الجديد.
أعزائي المشاهدين، بنكمل حلقتنا مع ضيوف الواحات اللي بيزور محافظة الوادي الجديد. زي ما قلنا أنه الوادي الجديد بيستقبل ضيوفه من مختلف محافظات مصر، وجامعة الوادي الجديد بتستضيف مجموعة من طلاب كليات الطب على مستوى جامعات جنوب الصعيد. طب حكايتهم ايه وبيزوروا الوادي ليه وايه الموضوع؟ نكمل حكايتنا النهارده. مساء الخير دكتور احمد راضي، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. دكتور احمد راضي، زيارتك للوادي الجديد هي الاولى مش كده برضو ولا ايه؟ صحيح، اول مره اوصل للوادي الجديد. اهلا بيك دكتور احمد. يعني في الساعات الاولى للزياره بتاعتك للوادي الجديد في اهتمام من الدولة المصرية بأنه يكون في جامعة، بأنه يبقى في ملتقى من الطلاب يتبادلوا ثقافات. فكلمني عن زيارتك للوادي الجديد على رأس مجموعة من كلية الطب جامعة سوهاج، لكن بتزور الوادي الجديد سواء جامعات رسمية أو جامعات أهلية أو جامعات خاصة. الكل أبناء مصر طبعا في الأول وفي الآخر، والكل بيزور الوادي الجديد. والله هو يعني أنا تجربتي في الوادي الجديد إلى الآن ما زالت محدودة، بقالي تقريبا هنا 6 ساعات تقريبا. بس أنا من أول ما دخلت لاحظت أن المدينة جميلة، يعني النخل في كل مكان والهدوء والطرق الجميلة المنظمة. شفت حاجات مدارس معمولة تبع حياة كريمة، شفت ممشى رائع عملاق يعني ما شاء الله، وبالليل أحلى من بالنهار بكتير يعني. ولا شفت كمان في مسارح وفي سينما وفي طبعا شوف مسرح. كان انطباعك ايه عن الوادي الجديد قبل ما تيجي؟ يعني زي كده برضو، بس يعني كنت متخيل ان في نسبة اشغال اعلى شوية، لكن اكتشفت ان العدد قليل جدا مقارنة بالمساحة الضخمة. يعني الوادي الجديد نص مصر او تلت مصر يعني. صح، نص تجاوزت تقريبا 44% تقريبا يعني. فعدد قليل جدا يعني اعتقد احنا محتاجين سكان بصراحة يعني. طبعا دكتور احمد راضي، حضرتك متخصص في طب العيون زي ما بيقولوا كده، فهسألك سؤال يعني يحمل معاني كثيرة. العين، هل العين فعلا بتتكلم؟ لغة العيون، هل هناك فعلا لغة للعيون؟ عشان كده بقول حضرتك هل العين بتتكلم فعلا؟ يعني ممكن نقدر نقول حاجة زي كده فعلا. يعني العين لما بتكون مريضة أو فيها نوع من أنواع العطب مثلا معين، طبعا ده بيأثر على الجسم كله، فبيخلي مظهر الإنسان وتصرفاته حتى في مظهره وفي ملبسه وفي كل حاجة واضحة وصريحة. غير خالص انه ممكن مثلا واحد ايده تكون تعبانة فيداريها، او رجله مريضة شوية فيقدر يتغلب على ده بطريقة معينة في حركته او مشيته، لكن غير العين هيتغلب عليها ازاي؟ فبتكشفه. دكتور احمد راضي، وانت بتزور الوادي الجديد النهاردة بالتأكيد يعني انطباعك عن انه الدولة المصرية بتهتم بالمحافظات الحدودية. صحيح. ما يحدث في ارض الوادي الجديد من انشاء جامعات وخلافه، زيها زي ما بيحصل في سيناء، زيها ما بيحصل في العريش، اسكندرية. صحيح. اللي بيحصل هنا بيتوزع زي ما بيقول المواطنة زي ما بيقولوا كده. فكلمنا حضرتك على أهمية اللقاءات اللي انتوا بتنفذوها النهاردة، حضرتك رئيس مجموعة من سوهاج بتزور الوادي الجديد. هو أنا طبعا يعني الحمد لله أن لي الشرف أن أنا أكون على رأس فريق اللي بيمثل كلية الطب عندنا في سوهاج. احنا هنا لعمل ملتقى شبابي بتشرف عليه جامعة الوادي الجديد. المفترض ان عدد الجامعات المشاركة بتمثل صعيد مصر كله الى الان وصل حتى الان 6، وهو ملتقى في رياضة وفي معلومات وفي رياضات ذهنية زي الشطرنج او رياضة زي الكورة وما الى ذلك، وحاجات تانية كتير يعني، وشعر وحاجات ادب وكده. مهم جدا يعني. انا من تجربتي
في حياتي انا ايام ما كنت طالب قدهم، كنت انا على فريق الكشافه والجواله بعد كده، وبعدين سافرت برضو مؤتمر تجمع زي ده خارج مصر ايام الكليه في تبادل شبابي وداخل مصر كتير. كان فين بقى؟ كان في التشيك. في التشيك وداخل مصر ويعني لا لفينا كتير. بيفرق كتير جدا مع الشباب في السن ده، وبيوجه طاقتهم لاتجاه صح، لان بدل ما بيرهق طاقته في امور متشتته وكترت، لكن هو حاليا بيلاقي مدخل تاني يشوف الحياه بشكل مختلف وشكل اجمل، وبيكون صداقات وبيكتشف اماكن جديده، ويكتشف ان هو المفروض يحسن من نفسه وينجح علشان خاطر ياخد فرص احسن، ويشجع صحابه لما بيشوفوهم بعد كده هم بيحققوا حاجات وبيبقوا عايزين يبقوا زيهم. بيستكشف اماكن جديده زي مكان زي هنا مثلا، الشباب جايين لاول مره برضو الوادي الجديد، هم نزلوا بيلفوا بيشوفوا بيستكشفوا، ممكن يشوف فرص لقدام، ممكن يشوف فرص لتعارف مع ناس تفيده في المستقبل في سواء في عمله او في حياته العاديه جدا يعني. لا هو طبعا توجه هايل من الدوله اللي هو بيشد الشباب للاتجاه الصح وبيوريه لهم على الاقل، يعني بيشاور لهم عليه، فده في حد ذاته يعني هايل بصراحه. الواحات تستقبل ضيوفها من شتى أنحاء محافظات الجمهورية ليروا كيف كانت وإلى أين وصلت الواحات من تقدم يحسب لكل إنسان مخلص محب لبناء وطنه. دكتور احمد راضي، استاذ طب العيون في محافظه سوهاج، وانت تراس وفد طلابي من الجامعه، النهارده بيزور محافظه الوادي الجديد باعتبار حضرتك بقى طبيب عيون. هل الانسان الوحاتي اللي بيعيش في الوحات في المناطق المفتوحه، هل نظره بيفرق من ناحيه النظر ولقوه النظر عن حد بيعيش مثلا في محافظات الزحمة أو الأماكن الضيقة؟ هل فعلا النظر مثلا بيضيق أو النظر بيقوى ويبقى حد ولا إيه؟ طيب يعني احنا لو هنتكلم على الجزء الطبي في الجزئية ديت، هو أغلب الناس اللي بتعيش في أماكن مقفولة بيبقى عندهم قصر نظر، لكن ده مش مؤثر قوي على حياتهم. يظل طبعا اللي في حياة مفتوحة أفضل. ده اللي احنا بنشجع دايما الاطفال اللي هم لحد سن 7 سنين ان هم ما يبقاش قاعد في البيت لفترات طويله، برضه يبقى في رياضه، يخرج ويمارس رياضه وكده، لان الوقت ده هو الوقت الاكثر خطوره على نظر الاطفال. فلما الطفل بيخرج بدري وبيتحرك في الحياه بيبدا يبان اذا كان في خطوره فعلا، نظره ضعيف او نظره كويس، بيبدا الاهل يكتشفوا ده بدري عن ان هو ينتظر دخول المدرسه. يعني وقت ما نتجاوز السن ده اللي هو 7 سنين بتبدأ الخطورة تقل شوية، لكن برضو يظل الناس اللي بيقعدوا في أماكن مغلقة لفترات طويلة وأماكن مقفولة ومحدودة، فرصة أن يحصل لهم قصر نظر أعلى، فرصة أن هم يحتاجوا نظارات قراية بعد كده في المستقبل بتكون في وقت أقرب وما إلى ذلك، عن أن هو يكون في مكان مفتوح طبعا يعني. دكتور احمد راضي، وحضرتك بتزور محافظه الوادي الجديد ضمن وفد طلابي من الجامعه مع حضرتك، نتكلم عن حته طبيه طيب خاصه بيه، ايه اللي بيحصل طيب للعين؟ يعني العين يعني ايه اللي بيحصل لها سواء كانت في مكان ضيق أو في مكان واسع؟ هل مثلا الشبكية هل بتتأثر، ولا حدقة العين، ولا كل ده مع بعضه، ولا هي يعني مجموعة مع بعض كلها منظمة لبعضها وموصلة لبعضها؟ محتاجة تفسير طبي. أسمعك بقى باعتبارك متخصص.
لا هو التفسير بسيط جدا. عارف سعادتك، هو بيحصل صلة ما بين المخ والعين. الصلة دي بتتكون في أول 7 سنين من العمر. وقت تكوين الصلة دي بيبدأ المخ يتكيف على وضع العين بشكل معين. فلو كانت العين متعودة على الرؤية في أماكن ضيقة ومغلقة وقريبة، يعني مش على مسافات بعيدة وكده، فبيبدأ يتعود إن الرؤية بالطريقة دي قدامه والدنيا واسعة، يعني برضو بيبدأ يتعود على إن النظر بتاعه بالطريقة دي. لكن يظل برضو، ودي حاجة يعني يمكن يكون ليها صدى من خلال البرنامج بتاع سعادتك، ان في عندنا كسل العين، ده حاجة في منتهى الخطورة، لان دي حاجة بتصيب الاطفال قبل سن 7 سنين. ان بيحصل ان العين بتكون ضعيفة والمخ بيستقبل اشارة ضعيفة منها، فبيبدأ يهملها ويتجاهلها، فتبدأ العين تضعف. وللأسف الشديد ان بمجرد ما بنتجاوز السن اللي هو 7 سنين، حتى لو الطفل لابس نظارة او حتى لو الطفل حاولنا ان احنا نعالجه بالطرق، بتبقى فرصة علاجه ضعيفة وبيفقد جزء من بصره. علاجه ايه طيب؟ علاجه انه يلبس نظارة قبل سن 7 سنين. لو كان في حاول يتصلح، لو كان في فرق في حدة الابصار بين العينتين لازم يترتب. يعني انا يمكن اطالب من برنامج سعادتك ان الدولة تتبنى الموضوع ده، انه ينزل على جدول التطعيم، ان الطفل لازم ينكشف عليه قبل سن 7 سنين، يعني عند سن 5 سنين على الاقل. بيعملوا سمعي دلوقتي؟ مظبوط. عايزين نضيف بقى النظر كمان، لان حضرتك متخيل طفل ممكن يفقد عين كاملة، يبقى بقى عايش بعين واحدة لمجرد بس انه كان محتاج يلبس نظارة قبل سن 7 سنين وما لبسش. كنا معكم في حكاية من حكايات الواحات، رصدنا لكم انطباع ضيوف الواحات الذين يزورون الوادي الجديد للعمل وتبادل الثقافات والخبرات والمعارف بين شباب الجامعات المصرية. وإلى أن نلتقي معكم في حكاية جديدة، لكم منا التحية ولكم منا السلام. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في حكاية من حكاية الواحات، قدمناها لكم من محافظة الوادي الجديد. وإلى أن نلتقي معكم في حكاية جديدة، لكم تحياتي.